أقامت بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة حفل استقبال بمناسبة انتهاء رئاسة دولة الكويت لمجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، وهذه هي فترة الرئاسة الثانية لدولة الكويت خلال عضويتها لعام 2018 و2019، والمرة الثالثة لرئاسة دولة الكويت لمجلس الأمن الدولي، وذلك منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة. سعيدين بأن تمكننا من اعتماد 8 قرارات خلال الرئاسة، وهذا أكبر عدد قرارات اعتمد في خلال شهر من بداية السنة هذه. القرارات اللي اعتمدناها تتعلق حقيقة في تمديد ولاية بعض بعثات عمليات حفظ السلام، والأهم بالنسبة لنا هو تمكننا من اعتماد القرار 2474 الخاص بالمفقودين أثناء النزاعات المسلحة، وهو أول قرار من نوعه واعتمد أثناء رئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اللي ترأس هذه الجلسة، واعتمد هذا القرار. بالنسبة لنا هذا قرار مهم، ولنا يرتبط ارتباط كبير في قضية إنسانية، قضية وطنية إنسانية. الكويت عندها مفقودين وما زالت تبذل مساعيها للكشف عن مصيرهم، فسعيدين بأن اعتمدنا هذا القرار اللي يستفيد منه مو فقط الكويت ولكن المجتمع الدولي ككل راح يستفيد من هذا القرار. هناك قرارات أخرى حقيقة اعتمدت مهمة جدا، مثل ما ذكرت أيضا كان في قرار خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة، أيضا اعتمد لأول مرة خلال رئاسة الكويت في مجلس الأمن. هذه احنا نعتبرها حقيقة يعني من أهم الإنجازات اللي تحققت خلال هذه الرئاسة. وهنأ الحاضرون لحفل الاستقبال دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على المجهود الكبير الذي بذلته دولة الكويت خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي، والاهتمام الكبير الذي أولته للقضايا العربية والإسلامية. يعني أهنئ أشقائنا في دولة الكويت الشقيقة برئاسة ناجحة لهذا الشهر، وبالطبع العضو العربي في مجلس الأمن يمثلنا جميعا، يعبر عن رؤيتنا ويحافظ على مصالحنا. والحقيقة الأشقاء في دولة الكويت وبعثة الكويت بقيادة شقيق السفير منصور العتيبي الحقيقة قاموا بدور متميز، ودائما الحقيقة نعتمد عليهم في إيصال صوتنا. أتوجه بالشكر والتهنئة لدولة الكويت على انتهاء رئاستها لمجلس الأمن هذا الشهر، وفعلا كانت يعني رئاسة متميزة وناجحة بكل المقاييس، ترأست عدد من الجلسات بنجاح، واعتمدت عدد من القرارات وأيضا من ضمنها البيان الرئاسي حول علاقة مجلس الأمن بالجامعة العربية. وخلال رئاسة دولة الكويت لمجلس الأمن الدولي قامت بعقد 20 جلسة رسمية و20 جلسة غير رسمية لمجلس الأمن، وهو عدد لم تحققه أي من الدول الأخرى التي تولت رئاسة مجلس الأمن الدولي هذا العام. هنأ الحاضرون دولة الكويت على المجهود الكبير الذي بذلته خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي واهتمامها بالقضايا العربية والإسلامية والدولية. من أمام بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد العزيز، تلفزيون دولة الكويت.